خوتي خواتاتي، السلام عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. هم اخوان فلوك جديد بتاريخ 27/11/2022. الاخوان شهر 11 قرب يخرج، والقضيه غدا وتتزير ولا لا يزير على شي مسلم. نتمنى من الله يفرج علينا. يعني جميع الكسابة الاخوان، راه صراحه هذا العام هذا هو كما تيقولوا دقه جايه من العام الفايت، العام اللي داز اللي كان قاصح بزاف، وزيد عليها هذا العام هذا عاوتاني. ونتمنوا من الله التيسير، الله يرحمنا، الله يكتب مكاتبات الخير. المهم الاخوان، فلوك ديال اليوم نهضروا شويه على العلف. عديد من التعاليق والاتصالات في الواتساب تيسولوا على علف اقتصادي. العلف دابا غالي، الناس تسول على شي علف اللي يكون اقتصادي وتعيش به الغنم. الغنم الاخوان يعني فيها الخروف، الخروفه، النعجه، فيها كل شيء. بالنسبه للنعجه الاخوان، هذا العام هذا راه اللي عنده راه وما كانش مقابل من بكري، راه الله يرحمنا وصافي، ما كاين لا خروف لا والو. النعجه هذا الوقت هذه راه مازال عاد تتنفع، يعني مشات الى شدات، دابا الى شدات مشات ما تولد حتى لشهر 5 ولا شهر 4 ولا. الله يرحمنا والله يكتب مكاتبات الخير. نرجعوا الاخوان الموضوع ديالنا اللي هو العلف الاقتصادي. احد المتتبعين الاخوان صيفط لي واحد التخليطه، قال لي تيديرها، يعني قالك اقتصاديه وبالنسبه للغنم يعني مزيانه. المهم شاد الدراسه. المهم الاخوان تيستعمل قال لي الشعير والنخاله ولونسيلاج، هذه هي التركيبه باش غادي. وتيدير تقريبا 30% 30% 30%، المهم تقسم داكشي على ثلاثة ما بين الشعير والنخالة ولونسيلاج. هذا هو سيستيم باش غادي. وحتى الشعير دابا راه زايد شوية، ولكن المهم كوميم هو راه ملي تيشد شوية في البيمة تيخليها شادة راسها، والله يدير الخير. بالنسبه للاخوان، التخليطه اللي تندير انايا اللي شاركتها معكم، نيت انا نفس التخليطه اللي كنت كندير ومازال الحمد لله لحد الان تنديرها، الشعير والنخاله ولونسيلاج ديال الذره. من الاحسن الاخوان لونسيلاج ديال الذره، الانسان فاش يبغي يشري يقلبو مزيان ويشوف شنو تيشري. يعني حتى الا كان شونتيو فيه الحب، خص ضروري يكون فيه الخنشال اللي غادي يحل الاولى ولا الجوجه ولا الثالثه، يلقى نفس الشونتي بحال بحال. هنا الاخوان انا تنزيد على هذا العلف هذا، تنزيد عليه التمن مطحون، هاد الخرفان هادو تنزيد ليهم التمن مطحون، وبالنسبه للغنم تنعطيها البال. الله يدير الخير ونتمنى من الله تيسير الاخوان. بالنسبه للناس اللي عندهم شي علف اقتصادي تيديروه غادي مزيان مع الغنم، مينساش يخلي لينا في التعليق، والله يدير الخير. نتمنى من الله تيسير، تبارك الله عليكم.